بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدي قناة سهيل أينما كنتم أهلا بكم في نشرة الأخبار أستهلها بأبرز العناوين. جمعة ثورية في عدن تطالب مؤتمر الحوار بتغليب مصلحة الوطن وتحقيق تطلعات الشعب. لجنة في مؤتمر الحوار تستكمل مناقشة قرارات محور العدالة ومشروع قانون الانتقالية. أهلا بكم. دعا خطيب جمعة مصلحة الوطن فوق الجميع بساحة الحرية في عدن كافة الأطراف السياسية المشاركة في الحوار الوطني إلى تغليب مصلحة الوطن العليا والعمل على نبذ الخلافات السياسية وبما يسهم في تحقيق مؤتمر الحوار الوطني للغرض الذي أقيم من أجله والخروج بمخرجات تلبي تطلعات الشعب اليمني في التغيير وبناء الدولة اليمنية الحديثة وفاء لدماء شهداء ثورة 11 من خطيب عدن محمد بهارون دعا أيضا إلى وقف القتال في دماج وقيام الدولة بواجباتها في ردع المعتدي ونصرة المظلوم وبسط سيادتها على كل تراب الوطن. ارتفع عدد العاملين اليمنيين المرحلين من السعودية حتى مساء الخميس إلى أكثر من 20,000 شخص وفق مصادر صحفية، يأتي ذلك في وقت تواصل فيه وزارة الداخلية في السعودية حملتها في مختلف مدن المملكة للتفتيش على العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل الجديدين. مصادر صحفية قالت إن مجاميع كبيرة من العمالة اليمنية في المملكة يجري ترحيلها، بعضها تتعرض لتعسفات من قبل الكفيل إضافة إلى تجاوزات من قبل بعض وحدات الجوازات. المراقبون يرون في عملية ترحيل جزء كبير من العمالة اليمنية في السعودية يمثل دعما سلبيا من المملكة للأوضاع المتردية التي تعيشها البلاد وأمرا يتناقض والتزامات المملكة بدعم المرحلة الانتقالية في اليمن. أعرب مصدر حكومي مسؤول عن استغرابه مما ورد في خبر جلسة مجلس النواب أمس الخميس حول المجاهدين اليمنيين المحتجزين لدى دولة إريتريا، والذي وجه من خلالها اتهاما ضمنيا للحكومة بالإهمال وعدم معالجة هذه الأوضاع. المصدر أوضح أن رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة استدعى أكثر من مرة القائم بالأعمال الإريتري بصنعاء لمناقشة موضوع الصيادين اليمنيين في إريتريا وعملية الإفراج عنهم، مبديا استعداده لزيارة إريتريا لإيجاد المعالجات اللازمة لهذا الموضوع. وبين أنه نتج عن تلك الجهود الحكومية الإفراج عن أكثر من 1400 صياد منتصف العام الماضي، آخرهم 22 صيادا أفرج عنهم منتصف شهر سبتمبر من العام الحالي لإعادتهم إلى أرض الوطن. هذا في الوقت الذي ما زالت فيه الحكومة تبذل جهودا حثيثة لاستكمال الإفراج عن بقية الصيادين اليمنيين المحتجزين من خلال التواصل الثنائي المباشر وعبر القنوات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين. استكملت اللجنة المصغرة بفريق العدالة الانتقالية في اجتماعها أمس برئاسة رئيس الفريق الدكتور عبد الباري دغيش مناقشة القرارات الخاصة بمحور العدالة الانتقالية، والذي يضم الصراعات السياسية وقضايا وحقوق المخفيين قسرا وقضايا انتهاكات حقوق الإنسان التي تندرج في إطارها قضيتان رئيسيتان هما الانتهاكات التي حدثت في العام 2011 والانتهاكات الحاصلة في جنوب الوطن منذ بدء الحراك الجنوبي في عام 2007. وكانت اللجنة استكملت مناقشة المحددات التكميلية لمشروع قانون العدالة الانتقالية، كما استكملت مناقشة قرارات محور قضايا ذات بعد وطني والذي يشمل مجموعة قضايا النازحين وسبل معالجتها ومجموعة استرداد الأموال والأراضي المنهوبة في الداخل والخارج بسبب سوء استخدام السلطة ومجموعة مكافحة الإرهاب.
حذرت الأمم المتحدة من تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن في ظل الصراعات والحروب في بعض مناطق البلاد. نائب مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في العاصمة صنعاء جايم موبايكا قال إن الوضع الإنساني في اليمن حرج جدا، وإن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لم يصل إيصال المساعدات إلى منطقة دماج في محافظة صعدة لعدم توافر ممرات آمنة. إلى ذلك قال مصدر خاص لقناة سهيل في منطقة دماج إن المنطقة تمر بأوضاع صعبة نتيجة الحصار المطبق على المنطقة الذي تفرضه ميليشيات الحوثي منذ حوالي 40 يوما، مشيرة إلى أن جميع المواد الصحية في مستشفى دماج نفدت، بالإضافة إلى نفاد أغلب المواد الغذائية وحليب الأطفال، محذرا من كارثة إنسانية وارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال. المتحدث باسم أبناء دماج سرور الوادعي من جهته قال إن القصف الحوثي للمنطقة ما يزال متواصلا، داعيا اللجنة الرئاسية إلى تنفيذ وعودها بوقف قصف الحوثيين على المنطقة ونشر قوات من الجيش الوطني في صعدة ودماج. تواصل الحملة الأمنية في مختلف شوارع العاصمة صنعاء لمنع حمل السلاح في الشوارع وفرض هيبة الدولة. نتابع المزيد في سياق التقرير التالي. بعزيمة لا تعرف الهزيمة وبروح معنوية عالية، لا تزال الحملة الأمنية مستمرة وللأسبوع الثاني على التوالي في أمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية، حيث كثفت الحملة الأمنية من قبل قيادة القوات الخاصة بالاشتراك مع بقية الوحدات الأمنية والعسكرية المختلفة على مداخل المدن ومخارجها وعلى الشوارع الرئيسية، حيث أكدوا مضيهم قدما للقضاء على ظاهرة حمل السلاح وضبط السيارات والدراجات النارية المخالفة لآداب وقواعد المرور والمبلغ عنهم أمنيا. ما حققناه يعتبر شيء ممتاز، ونحن ماضون إلى تحقيق المزيد، ولن نتراجع عن القضاء على هذه الظاهرة وهي ظاهرة حمل السلاح والتشويه وجه اليمن وهي العاصمة صنعاء. رسالتي للإخوان المواطنين بتعاون بأمانة وإخلاص مع الحملة واي عمل تقوم به القوات الامنيه والقوات المسلحه. الهدف من تواجدنا هو ضبط الامن، ضبط اولا وضبط السلاح وضبط المخالفين، سواء كان وضبط الارهابيين والمخربين الذين يقومون بتخريب البلاد والذين يقومون بالفوضى في هذه البلاد. تعاون امني من اجل الحفاظ على الوطن والحفاظ على البلد، هذا بتكون دوله مدنيه مشتركه، دوله مدنية. الحملة الأمنية ومنذ بدايتها مطلع الأسبوع الماضي حققت نجاحات كبيرة في ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والسيارات والدراجات النارية المخالفة لآداب وقواعد المرور، وقللت وبشكل ملحوظ من مظاهر حمل السلاح والتجول به في المدن، والتزام واضح من قبل المواطنين بآداب وقواعد المرور. تظاهر المئات من جنود مدرسة القتال في المدخل الشرقي من مدينة الحديدة وقاموا بإحراق إطارات السيارات واحتجزوا عشرات القاطرات، وذلك احتجاجا على ما أسموه بتجاهل قيادة المنطقة العسكرية الخامسة لمطالبهم واكتفائها بالوعود. الجنود المتظاهرون قالوا إنه تم تجنيدهم إبان ثورة 11 من فبراير، وإنهم منذ تلك الفترة بدون أرقام عسكرية، وإنهم منذ أشهر بلا مرتبات. وطالب الجنود وزير الدفاع بمعالجة ومساواتهم بزملائهم الذين جرى ترقيمهم في مختلف الوحدات سواء المؤيدة للثورة أو التي تتبع النظام المخلوع. كما نشدوا رئيس الجمهورية بالنظر بعين المسؤولية لهم كون حماة الوطن، كونهم حماة، وأن هنالك بعض الجهات التي تعرقل جهود ترقيمهم بهدف إثارة الفوضى وإدخال البلاد في دوامة جديدة من الصراع والفوضى. أقامت مؤسسة بلقيس للتنمية محاضرة تثقيفية للمهمشات في مجال الحقوق والحريات العامة بخيمة الحوار الوطني في البيضاء. وفي المحاضرة التي ألقتها رئيسة المؤسسة نادية الذاري أكدت على أن التمييز العنصري هو انتهاك حقيقي للحقوق والحريات العامة للمهمشين والمهمشات التي يقدر عددهم ب3 ملايين مواطن، وإنه يتوجب على الدولة أن تعمل على إيقاف أي تمييز
هذه الفئة المهمة بالمجتمع. أقام ملتقى طلاب كلية مأرب الثقافية التنموي حلقة نقاشية مع أفراد النقاط العسكرية بمديرية مدغل، والتي جرى فيها نقاش حول أهمية نشر الوعي في أوساط المجتمع بأهمية وضرورة تكاتف الجميع لحفظ الأمن والاستقرار، وكذلك أهمية الأمن وأثره على التنمية ودور المواطن في الحفاظ عليه. يأتي ذلك ضمن الحلقات النقاشية التي ينفذها الملتقى مع أفراد الأمن والمواطنين في المديريات والنقاط العسكرية بمحافظة مأرب حول أهمية دورهم في حفظ الأمن وأساليب التعامل مع المواطن العادي ومد جسور الأخوة وردم الفجوة بين أفراد المجتمع وأفراد الأمن وتشخيص المسببات والحلول. في نهاية النشرة مشاهدينا، أعود وأذكر بأبرز العناوين. جمعة ثورية في عدن تطالب مؤتمر الحوار بتغليب مصلحة الوطن وتحقيق تطلعات الشعب. لجنة في مؤتمر الحوار تستكمل مناقشة قرارات محور العدالة ومشروع قانون العدالة الانتقالية. وفي الختام مشاهدينا، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.